السلام عليكم ورحمة الله. 13 من شباط، يسعد صباحكم مشاهدينا بالخير والبركة وين ما كنتوا عم بتشاهدونا عبر شاشة قناة دار الإيمان، ويسعد صباحك إسراء. يسعد صباحك صفاء، وصباح جميع المشاهدين مشاهدينا. صباح التسامح النابع من القلوب الصافية، فمن عاشر الناس بالمسامحة زاد استمتاعه بهم، ولربما زاد استمتاعه أيضا بالحياة. بالحياة أكيد التسامح خلق جدا جميل، وفي حلقة اليوم سنتحدث عن قيمة التسامح وأهميتها، ومن جانب آخر سنتحدث عن أهمية الإذاعة كوسيلة إعلامية، بما أن اليوم هو اليوم العالمي للإذاعة. وأيضا الغيرة، وما أدراك ما الغيرة، يعني سنتحدث عن الغيرة المرضية وعلاجها اليوم مع الطبيب النفسي محمد الدندل، إضافة مشاهدينا للعديد من المواضيع والمعلومات الأخرى التي سنتعرض لها اليوم، فابقوا معنا. وأقيمت تظاهرة ترويجية للدورة 38 للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين جنوبي شرقي تونس، أعلن فيها مشاركة دول عربية وأجنبية في المهرجان الذي سينتظم بداية أذار المقبل. يعني وصفاء، نشير للمشاهدين أن هذه القصور الصحراوية هي مساكن في أعالي الجبال بناها الأمازيغ منذ القدم بأشكال معمارية مختلفة، يقدر عددها ب 148 قصرا حاليا موجودة طبعا في الولاية، وهي عبارة عن طوابق من غرف صغيرة فوق بعضها. ورغم مرور أكثر من 300 سنة على تشييدها، فإن القصور الصحراوية لا تزال صامدة على رمال الصحراء التونسية لتكون رمزا لعراقة فن العمارة بالجنوب التونسي. يعني جميل جدا الاحتفال بتراث معماري عريق صفاء، خصوصا انه العماره يعني ليست مجرد ابنيه وحجاره، وانما هي تنقل تاريخ، تنقل تراث، ويمكن ان تقرا من خلالها حقبه تاريخيه مهمه. ويمكن لاحظنا اسراء ان المغرب العربي تحديدا بيحاول قدر الامكان الحفاظ على التاريخ عرقته. والعراقه والحضاره تاعته، فبنوجه لهم اجمل تحيه. نعم، والى المقبره. يعني صفاء، انت بتتخيلي انك انت ممكن تدفعي يعني كرمال انك تنرعبي او تحسي بالخوف؟ لا طبعا، انا افلام الرعب ما بحضرها عشان ان ارعب. لكن يبدو انه في ناس بتستمتع يعني بالخوف والرعب، ومستعده انه تدفع تذكره مقابل ذلك. طبعا المقبره اسم مكان يتيح لرواد معايشه اجواء مرعبه، حيث الجماجم والتوابيت المنتشره في ارجائه، وايضا المفاجات المخيفه واصوات الرياح والموسيقى الباعثه على التوتر. كل ذلك ليس بالمجان، بل مقابل تذاكر يختلف سعرها حسب عدد الأشخاص الذين يرغبون بدخول هذا المكان. يعني وتحفل هذه المقبرة بأجواء حماسية، إذ يتنافس الداخلون إليها للحصول على الشفرات أو كلمات المرور لفتح أبوابها المشفرة، ويفوز في اللعبة من يتمكن من فتح باب الغرفة الأخيرة بعد كل هالرعب. ومن الطريف أن بعض الأزواج تخلوا عن شركاء حياتهم هلعا ولاذوا بالفرار، وتركوهم داخل هالمكان الموحش. بتعرف شو مذكرني؟ بمدينة الأشباح اللي موجودة بمدينة ألعاب الأطفال، إذا تتذكريها. كنا فعلا ندفع تيكت ونفوت لحتى نحس شوي بالرعب، نخاف ونطلع نضحك. بس تعرفي صفاء، يعني هاي ظاهرة، على فكرة ظاهرة حب الإحساس بالرعب ظاهرة تستحق الدراسة، وأعتقد أنه في بعض الأخصائيين النفسيين درسوها. إن كان مصطفى العقاد الله يرحمه، المخرج اللي أخرج فيلم الرسالة المعروف، كان يقول أنه بتستغرب بالفعل أنه في ناس مستعدة أنه تدفع يعني تذكرة مقابل أنها تحس بالرعب. شيء غريب. شوفي، ممكن هي تكون من ظاهرة نفسية أنه الواحد لما يحس بالشعور الآخر يعني بيشعر بقيمة الشيء اللي عنده، وهو الشعور بالأمان. ممكن
يا مشاهدينا، وبمبادرة شخصية وتمويل فردي من بعض المتطوعين والكتاب الأكراد أطلق مشروع هنار الثقافي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا قبل حوالي أشهر. هذا المشروع يهدف لتحرير اللغة والثقافة والفلكلور الكردي وحمايتها من الاندثار عبر ترجمة الكتب العالمية إلى اللغة الكردية. يعني وقد ترجم العاملون في المشروع حتى الآن 4 كتب من اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية إلى اللغة الكردية، وأكد القائمون على هذا المشروع الثقافي أنه يهدف إلى نشر الثقافة واللغة الكردية على أوسع نطاق. نشير أيضا مشاهدينا أن اللغة الكردية تعاني من فقر في المصطلحات والكلمات والمراجع. يعني نذكر مشاهدينا أن هنالك العديد من الأكراد اللي عايشين في مناطق عربية يعني متفرقة سواء في العراق أو في سوريا. نعم. ومنهم من يعيش يعني في تركيا، وبالفعل هي اللغة الكردية غالبا بتكون لغة محكية أكثر من كونها لغة مكتوبة، لأنه يعني مثل ما ذكرنا قليل المراجع فيها. يمكن أن أكثر الأشخاص اللي بشوفهم بيحكوا كردي بيكونوا كبار في السن، يعني نعم. حجات محتفظين فعلا بلغتهم. كبار بيحاولوا يحافظوا على هذه اللغة وحتى يعلموها لأطفالهم قدر المستطاع، لكن مش كل الجيل عم بيحاول يلقط هذه الشغلة يعني. نعم. ومشاهدينا الآن إلى يعني الطالب محمد فزاع الجعبري الذي قدم في فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل جهاز لحماية السيارات من السرقة كمشروع تخرج ضمن متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. تعتمد فكرة هذا الطالب وهذا النظام الذي ابتكره الجعبري على بصمة صاحب السيارة لتشغيل السيارة بشكل طبيعي، بحيث إذا تم إدخال بصمة خاطئة أو استمر عمل النظام أكثر من 30 ثانية دون بصمة يتم إغلاق أبواب السيارة بشكل تلقائي وتشغيل الإنذار الصوتي، بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية إلى صاحب السيارة تنبهه بوجود عبث في نظام تشغيل السيارة. يعني أيضا هذا النظام يتميز بإمكانية إلحاقه بأي سيارة، فضلا عن انخفاض تكلفته وسهولة أيضا استخدام هذا النظام، مما سيعمل كما يتوقع على وضع حد نهائي لسرقة السيارات في فلسطين. يعني أجمل ما في الشباب الجامعي بيحاول يبتكر مشاريع تخرجه حل لمشاكل مجتمعية موجودة. نعم. ففكرة جدا جميلة أنه يتم تثبيت هذا الجهاز. هي السيارات الحديثة نوعا ما في موجود فتحها على البصمة، صحيح. لكن تركيب هذا الجهاز في كل السيارات فهي أكيد حتحد كثير من سرقة السيارات. أكيد. ومشاهدينا من أخبارنا سننتقل إلى النشرة الجوية، وبعد النشرة حديثنا عن الغيرة المرضية، فابقوا معنا.
الغيرة مشاهدينا هي عنوان لأحد الآفات الاجتماعية التي قد تسبب الكثير من المشاكل، لكن السؤال متى يمكن اعتبار هذه الغيرة مرض وآفة حقيقية لابد من علاجها، وما هي الأسباب النفسية التي تدعو لنشأة الغيرة؟ يعني سنتحدث حول هذا الموضوع المهم جدا والمتداخل في تفاصيل حياتنا اليومية مع الطبيب النفسي محمد الدندل. ويسعد صباحك أستاذ محمد. دكتور محمد، يعني دكتور، كنا في حلقات في حلقة الخميس الماضي تحدثنا مع دكتورة نسيبة جلال عن غيرة الأطفال تحديدا، يعني من المولود الجديد، من الأخوة، من الزملاء والأصدقاء، لكن حديثنا اليوم عن غيرة الكبار، وهي الغيرة التي تعتبر فعلا غيرة مرضية وتحتاج إلى علاج. نبدأ تعريف ما هي الغيرة المرضية. يعني لا شك، يعني مثل ما حكينا، الغيرة هي شعور إنساني طبيعي تنشأ مع نشأة الكائن البشري. هي بالأساس الخوف من خسارة، خسارة اهتمام، خسارة أحيانا بالمكانة تصير عند الطفل، يعني خوف من خسارة الحب. فبالتالي هون، يعني هون جذر الغيرة طبعا. يعني الغيرة مرتبطة بالحب، بنقدر نحكي إذا ذهب الحب قد تزيد الغيرة. يعني خلينا نقول الإحساس بالأمان المبني على يعني إشباع الحب عند الطفل، يعني أعطاه رسالة أن نحن نحبك مثل ما أنت، دائما موجودين لأجلك. هذا حقيقة أساس التوازن النفسي عموما. فبالتالي يمنع مستقبلا حدوث الغيرة، لأنه اللي عندهم غيرة مرضية هو غالبا، يعني بأغلب الحالات، عندهم شكل من أشكال الإحساس بفقدان الحب المرتبط بطفولة قاسية إلى آخر ما هنالك. فبالتالي يعني تصل لدرجة أنه يصير التمسك بالشريك مانو منطقي، لدرجة أنه ممكن تكون مؤذية. يعني الغيرة المرضية هي عندما تتحول العلاقة لشكل من أشكال، يعني هي تكون جحيم للطرف الآخر. بحيث أنه وتحديدا الغيرة بين الأزواج اللي تتحدث عنها. تماما تماما. طبعا هي الغيرة قد يكون لها أبعاد أخرى، أبعاد مهنية مثلا. صحيح. لما تكون الغيرة بدرجة ما هي تعبر عن الحب، الرغبة بالآخر، قد تكون بناءة. حتى على المستوى المهني، جزء أنا إذا بغار من زميل إلي بنجاح معين يدفعني، يحفزني لمزيد من النجاح، منافسة شريفة. تمام. أما لما تحول الغيرة لشكل مشكلة العداء بالمجال المهني ومحاربة الآخر، هون أخذت شكل آخر. بس إحنا نحكي عن الغيرة المرضية بالتعريف الطبي، هي تصنف تحت شيء إحنا نسميه الاضطراب التوهمي. هي أحد اضطرابات التوهمي، له أشكال عديدة، منها الغيرة، ومنها إلى علاقة بالتوهم المرض أحيانا. بس ما بدنا نفوت. بس كيف له علاقة بالاضطراب التوهمي؟ هو توهم ماذا يعني؟ تمام. هو توهم أنه الشريك له علاقة أخرى. فبالتالي تتحول لشكل من أشكال أحيانا درجة اليقين أنه الشريك يقيم علاقة مع الطرف هاي في حالات آخر. الزوجين مثلا ممكن. تمام. في حالات أخرى مثلا توهم أنه هذا الشخص أفضل مني بكثير هلا هون نعم. إحنا ندخل بالجانب الاجتماعي. مجتمعاتنا مجتمعات ذكورية إلى حد ما، أحيانا نجاح المرأة يعني الزوجة مهنيا في ظل مثل قد تكون أنجح من الزوجة، هذا ممكن تسبب بالغيرة. بغيرة. صحيح. فبالتالي إنه كونه هذا شيء له علاقة بالثقافة الاجتماعية. طب هل نستطيع أن نقول أن الغيرة تصبح مرضية عندما يوجه الطرف الآخر يعني الإيذاء لهذا الشخص، سواء كان إيذاء جسدي، معنوي، إلى آخره؟ يعني هل هذا هو تعريف الغيرة المرضية؟ لا، هي مجرد الفكرة قبل ما توصل، إذا مجرد افتراض أنه الآخر غير مخلص ويقيم علاقة مع طرف ثالث، يعني هذا بحد ذاته هو الأساس لما يترتب عليه من سلوك قادم. فبالتالي الرجل عندما يتحول لشكل من أشكال الهاجس الدائم، يعني بمعنى بيصير يراقب زوجته، بيراقب تليفونها دائما، الشك الدائم، اي دائما مثلا يحكي معها، يطلب منها انه انت وين ومين معك، اثباتات. هلا هذا الامر يعني احيانا بعض الحالات يترك مكان عمله ويروح الى مكان عمل الزوجه، سواء كانت احيانا قد تكون مدرسه او طبيبه الى اخر ما هنالك. ومراقبه اي يعني خلينا نقول تعاطي مع الجنس الاخر، يعني اذا هي تعاملت مع اي رجل، احيانا قد يكون مريض عندها بعيادتها، هذا سبب لشجار وخلاف طويل عريض. يعني أي كلمة، أي تلميحة، أي حركة بالطريق قد تكون سبب لشجار ويعني اختلافات. أحيانا
يعني طبعا يعني قد يصل الى درجه الاذى الجسدي. طيب دكتور، انت في هاي الحالات عم تحكي عن شك مرضي يصيب الزوج، ولربما احيانا ايضا يصيب الزوجه وبتصير تتصرف ذات التصرفات، فهل الشك ممكن نحكي انه هو جزء من الغيره، عرض من اعراض الغيره، يعني مرتبطين ببعض لهي الدرجه؟ هو الغيره المرضيه ما عادت شك، هي صارت يقين. هون احنا هو عنده يقين، لكن هو متيقن انه زوجته عم تخونه، بس بده الدليل. يعني شوفي وين هون البعد المرضي، هو ما عنده اي دليل، ما عنده اي اثبات، بس هو عنده يقين مطلق انه زوجته عم تخونه، رغم انه ودائما حاله البحث المستمره، يصير يفتش باغراضها، يصير يراقب. طبعا اذا كان عنده دليل، خلينا نقول بطريقه ما، انه استنتج من خلال مثلا احيانا مجرد انه عدم رغبتها بالعلاقه الزوجيه، هذا قد يعتبره دليل. نعم. انه هي معناته عم تشبع حاجاتها من طرف ثالث، يعني يحول ابسط الاشياء لدلائل. وعندما الزوجه عاده للاسف الشديد تجد نفسها بوضع الدفاع عن النفس واثبات، حتى لو اثبتت. نعم. يعني هذا انه هذا الدليل غير صحيح، هذا ما يعني ما بيسبب انه. نعم. انه هو يتصرف معها بطريقة مختلفة، يعني لأنه هو يعني هو هاي الفكرة ما. نعم. يقين مرضي غير قائم على دليل، هو له علاقة باضطراب موجود عند الشخص نفسه، ما له علاقة بالطرف الآخر. نعم. يعني دكتور أنت ذكرت أحد الأعراض، ربما أكثر من عرض، وهو البحث المستمر، المراقبة المستمرة، سواء كان بشريك الحياة يعني مختص، وأيضا اليقين من وجود هذا. تمام. الشيء، هاي أعراض للغيرة المرضية. تمام. بالنسبة للزوجة، نتحدث بشكل أوسع قليلا، يعني في المستوى الاجتماعي، مستوى. نعم. العمل، مستوى الزميلة، الصديق إلى آخره، كيف أو ما هي الأعراض التي تكون للغيرة المرضية؟ يعني هلأ الغيرة هون هي بالأساس الخطورة، الغيرة المرضية إلى علاقة بالعلاقة العاطفية أو الزوجية أكثر، يعني لأنه هون يعني مثل ما حكينا إلها مآلات خطيرة، كونه اثنين مرتبطين أحيانا في أسرة في أولاد، وهون الكارثة. نعم. يعني أنه لدرجة أنه أحيانا الزوج أو الزوجة بيصيروا يستخدموا الأولاد كورقة ضمن هاي اللعبة المرضية، صح التعبير، مثل يطلب من ابنه أنه يراقب أمه أو العكس يعني. فهذا يعني فينا نستنتج قديش له مآلات سيئة على الطفل، فبالتالي أحيانا قد تصل إلى درجة القتل، يعني أنه ممكن يرتكب جريمة قتل. هاي حتى تعدى المرض يعني فيها، تعدى مرحلة المرض. طبعا هو هاي من مآلات الغيرة، ممكن تصل إلى هالدرجة. طبعا ما بالك قضايا تفكك الأسرة والإضطراب إلى آخر ما هنالك. طبعا بالإضافة أنه هو يعني إذا بنعتبره كإنسان مريض، يعني هو. نعم. عادة هدول بيعانوا غالبا من حالة اكتئاب شديد. هلا الغيره المرضيه نشوفها بحالات اخرى لها علاقه ببعض الاضطرابات العقليه الكبيره، مثل اضطراب ثنائي القطب او الفصام، يكون عرضها غيره. تمام. يعني هي قد تتداخل يعني انه مع امراض نفسيه. تمام. انه الفصام، مريض الفصام قد يكون عنده كمان يقين انه زوجته. طب نعود للجذور، نعود للاسباب. دكتور ما هي اسباب الغيره المرضيه التي توصل لهذه النتيجه؟ الاسباب الى حد الان هي ما في اسباب، يعني ما في سبب واحد، هي اسباب مركبه مثل كل الامراض. بس حقيقه النشاه، يعني نسميه احنا التعلق أو. نعم. الاتاشمنت بسموه الإنجليزي، التعلق الآمن عند الطفل، الطفل اللي عنده علاقة يعني فيها إشباع من الحب والأمان. نعم. هاي كفيلة بأنه تمنع هذا الشيء، لكن الأطفال اللي عندهم هم معرضين أكثر، اللي عندهم علاقة غير آمنة، يعني الطفل ما يعني ما عنده، ما بيعرف إذا يا ترى إنه الأب والأم يحبوه ولا لا، يوصلوا له رسائل متناقضة. ما في إشباع. نعم. بالإضافة إنه لما يكون في مشاكل مثل بين الزوج والزوجة، أو شكل من أشكال الضبط العالي، المثالية العالية عند الأهل، اللي بتخلي الطفل دائما الشعور أنه الحب هو مسألة غير مجانية، مطلوب منه. نعم. شيء ما ليقدم هذا يعني شيء ملموس ليحصل على أكثر. هذا الحب. نعم. يعني مثل إنجاز دراسي أو انضباط اجتماعي إلى آخر ما هنالك. هون هاي النشأة، بالإضافة في شكل من أشكال الانتشار العائلة أحيانا. له دلالة، قد يكون العامل الجيني يعني أحد العوامل، بس. نعم. بس يعني دائما في نسبة وراثية طبعا، يعني بكل الأمراض. هلا خلينا نكون يعني مشان نضيء على هذه النقطة، أنه بكل الأمراض جسدية
أو نفسية العامل الجيني له دور، لكن لربما بس هي مسألة استعداد جيني المورثة حتى تعبر عن نفسها بحاجة لها عوامل خارجية وبيئية، يعني هنسميه نعم. التعبير المورثي يعني. نعم. فبالتالي ما نعم. انه حتميا انه الانتقال الجيني بال نعم. يعني هو انتقال اوتوماتيكي اكيد. طيب دكتور، يعني يمكن لربما احنا في مجتمع النساء عاده ما نلحظ الغيره بشكل جدا حثيث وجدا كبير، لكن للاسف الشديد يعني قلما تعترف امراه انها قد تغار من امراه اخرى، وقلما تعرف اصلا انه هي عم بتغار، يعني ما بتعرف اصلا انه كل اعراضها اعراض غيره مرضيه. فخبرنا عن صور الغيره المرضيه انا حابه تبدا يعني في مجتمع النساء تحديدا وحسب الحالات اللي عم بتشوفها وحسب نظرتك ايضا كرجل مطلع طبعا. في هذا المجال هو حقيقه الغيره نسبتها عن يعني هي تقريبا نعم. 1-4 عند الرجال اكثر الغيره المرضيه تحديدا عند الرجال اكثر طبعا هي ممتاز شالوا هاي التهمه عنا ممتاز يعني ودائما الغيره المرضيه حتى المرضيه نعم. عند المراه تاخذ انه الشكل العاطفي يعني ما اما عند الرجل هو اعتقاد باقامه علاقه جنسيه. أنت تتحدث ربما أكثر دكتور عن العلاقة بين الزوجين، يعني هذه النسبة بشكل عام طبيعة الغيرة المرضية عند المرأة أنه نعم. تتهم زوجها أنه هو على علاقة عاطفية مع أخرى أما الرجل يذهب إلى أكثر من ذلك، يعني الغيرة المرضية عم تأخذ شكل نعم. أنه الخوف من إقامة علاقة يعني صير يتخيل فعلا أمور جسدية. مش موجودة نعم. فهون كمان هذا أحد الفروق. عموما الغيرة اللي بنشوف عند النساء نعم. بمجتمعنا هي ليست غيرة مرضية مشان ما نكون واقعيين، هي لها علاقة بنمط ثقافي معين نعم. الرجل عندنا يعني معروف أنه المرأة مثلا هي بالبيت غير عاملة إلى آخر ما هنالك، فالرجل مجتمعنا للأسف ثقافة ذكورية نعم. قبلية تتقبل من الرجل إقامة علاقات أخرى بحجة العمل إلى آخر ما هنالك. ف أنا حسب خبرتي واللي شفته غالبا غيرة المرأة محقة يعني نعم. بمجتمعنا مشان تكون مبررة لأنه يعني. في تصرفات معينة يعني من الرجل تمام. بتصدر يعني. تمام نعم. لأنه يعني هذا الأمر بتصور كل الأخوة المشاهدين نعم. بيعرفوا أنه هذا الأمر حقيقي يعني طب هذا بالنسبة للحالة الزوجية دكتور، لكن بالنسبة أحيانا في يعني في علاقاتنا الاجتماعية غيرة المرأة من المرأة يعني ماذا عن غيرة المرأة من المرأة؟ هل بتشوفها مبررة أيضا؟ هلا إذا كانت هي محفز نعم. يعني لنجاح معين مثلا انه يعني انا شايفه ايجابيه نعم. بس لما تتحول لهاجس انه يعني احيانا تاخذ شكل انه محاوله خلينا نقول تمثل الاخر بالكامل يعني هلا بنشوف انه نعم. مثلا تكون هي الايدل تبعها وتحاول تتمثل نعم. سلوكها او حتى شكلها الخارجي هون صار في شيء غير طبيعي طيب. اما لما تكون حافز لمزيد من تحسين الذات وعلى مستوى نعم. حتى المظهر او انجاز لا باس. طيب دكتور، يعني انت بما انه ركزت على الغيره بين الزوجين نتحدث عن العلاج فعليا. لو جاتك حاله سواء كان زوج او زوجه وعنده نسبه غيره مرضيه مرتفعه نعم. ما هي النصائح التي توجهها له في هذه الحاله؟ هي الامر هون صار بده علاج، يعني عمليا العلاج بياخذ شكلين. احيانا قد نستخدم حتى بعض الادويه مضادات للدهان اللي هي لها علاقه ب يعني تفكيك الوهم اذا صح التعبير، لانه كونه مثل ما حكينا هي ممكن تساعد فعليا في علاج طبعا اذا كان انه هو عنده يقين انه زوجته انه عم تقيم علاقه او كان عندها يقين مشان ما يزعلوا من الرجال نعم. يعني نعم. فبالتالي هون هذا لما يكون يقين بدون دليل فبالتالي هون صار وهم احنا نسميه. بس بقولوا ما في دخان بدون نار يعني هي المقصد انه لا يعني احنا بنحكي الحاله المرضيه لا هي هون فعلا حاله مرضيه. اما يعني الطيف الاخر اللي هو مثل ما حكينا انه لا شك انه غالبا الغيره بشوفها عند النساء هي مثل ما حكيتي ينطبق عليها هذا المثل يعني نعم. فبالتالي العلاج كمان علاج نفسي خصوصا علاج سلوكي معرفي كثير مهم. احيانا اذا كان المريض مكتئب علاج الاكتئاب قد يكون مفيد لانه علاج المرض الجسدي المرافق نعم. احيانا بعض الامراض الجسديه اللي تسبب خلينا نقول مثلا الادمان على المخدرات او الكحول هو من اسباب الاساسيه للغيره المرضيه، لانه الرجل المدمن على الكحول او على المخدرات بيصير عنده خلينا نقول نقص بالقدرات الجنسيه او الرغبه الجنسيه فبصير نعم. يسقط هذا الشيء على 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 الشريكه ويتهمها انه هي السبب منها الى اخر ما هنالك. هل تنصح احيانا بالانفصال؟ لا شك
يعني أحد الطرق يعني لما يتحول هذه العلاقة إلى شيء مدمر للأسر، خصوصا لما يكون في أطفال، أحيانا قد يكون في مخاطر لأذى الطرف. يعني أحيانا أحد النصائح، طبعا إحنا كأطباء نفسيين نتجنب إعطاء النصائح، بس أحيانا النصيحة الوحيدة، الحل الوحيد هو الانفصال. نعم. لأنه لما يكون في أطفال أحيانا قد يكون في خطورة أذى الذات، أو أذى يعني أحيانا هو نفسه اللي مصاب بالغيرة قد يقدم على الانتحار. نعم. يعني فبالتالي المسألة يعني كبيرة جدا. طبعاً. طيب دكتور، أيضا أخيرا نقطة جدا مهمة، مسألة إحساس الإنسان. أنت ذكرت نقطة العلاج السلوكي المعرفي، إحساس الإنسان بتقديره لذاته، سواء تقدير المرأة لنفسها أو تقدير الرجل لنفسه، قديش له دور بالفعل بالحد من موضوع الغيرة المرضية. لا شك هي تعبر عن نقص بتقدير الذات. نعم. هي بالأساس أنه فبالتالي إحساسه بهاي القيمة، يعني هذا عامل أساسي. لا يمكن تصور أنه شخص عنده تقدير حقيقي لذاته أنه يشعر ويغار، يصير عنده غيرة مرضية. يصير. نعم. ممكن يكون عنده هاي الغيرة البناءة الإيجابية. صحيح. ووجود الثقة بين الطرفين هي من أهم مقومات بناء أسرة صحيحة. شكرا دكتور محمد الدندل على هذه الإضافات، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. ومشاهدينا أيضا في بمناسبة اليوم العالمي للراديو، رح ننتقل وإياكم لاستطلاع أجرينا حول يعني الاستماع للراديو، وما هي طبيعة البرامج التي يمكن أن تستمع لها عبر الراديو. نشاهد. هلا بالنسبة للراديو بشكل عام، وقت كنت بسوريا كنت اسمع راديوهات محلية. بالنسبة للبرامج بشكل خاص، فترة تعلمي للغة الإنجليزية كنت اسمع راديو بي بي سي، بسبب انه اللكنه البريطانيه بتساعد جدا، خاصه الاستماع. انا لا راديو ولا تلفزيون، انا اختصاصي فيزياء وطلعت في المخبر يعني فقط لا غير. يعني اخر مره شفت تلفزيون او مسلسل معين كان من 2012. هلا بالعاده يعني انا بحاول اتبع بالراديو بعض البرامج التنميه البشريه، بحاول انه لما بالذات لما اكون سايق السياره، يعني كثير مهم انه يكون معي يا اما راديو يا اما مثلا فلاش معين، نحب اتسمع على هيك برامج، الواحد بيستفيد من وقته. كنت اقعد مع بابا بالمكتبه، فحط على البي بي سي الصبح تن هنا لندن السابعه مساء او هيك، كنت اسمعها من انا وصغير بتذكر معي. بالسياره ممكن الواحد يشغل كمان يسمع راديو هيك، ما انه ايه بتذكرت ايام سوريا لما ما كان في كهرباء، يجمع الواحد شحن بالموبايل ويسمع اذا ما في شيء يتسلى فيه غير انه يسمع الراديو. كان بشكل عام انا استماع للراديو مش كبير، ولكن لدي استماع للراديو، واستهدف خاصه البرامج اللي ممكن تفيدني في اثناء مثلا مشوتي او في اثناء استلقائي على السرير او في اثناء اكلي مثلا، امور اوقات ممكن استغلها في سماع شيء مفيد. يعني مشاهدينا، لربما وأنتم تسوقوا سياراتكم من المؤكد الحرص على تقليب يعني أو التقليب بين الإذاعات، إما لالتقاط آخر الأخبار أو لاستماع ما يمتع السمع في لحظات العجلة أو الحزن أو الفرح. لكن يمكن الشيء اللي ما فكرنا فيه كثير هو التأثير الحقيقي للإذاعات كوسيلة إعلامية، وهذا سنتحدث عنه اليوم مع ضيفنا عبر السكايب الصحفي نورس يكن، وهو معد ومقدم برامج إذاعية. يسعد صباحك أستاذ نورس. يسعد صباحك، صباح الخير، وصباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية أستاذ نورس، هيك دخلنا بأجواء الإذاعة والدور الأساسي اللي لعبته الإذاعة ما بين وسائل الإعلام. الإذاعة صراحة هي كانت كوسيلة إعلام عند إنشائها وعند ظهورها بال 1906، يعني تقريبا من 110 سنين، كانت وسيلة الإعلام الأولى الرئيسية أو الريادية، ثورة بعالم الصحافة أنه يقدر الصوت يوصل لكل العالم من إذاعات معينة. لعبت أدوار كتير مهمة ولعبت أدوار تاريخية، بالذات مثلا بالحرب العالمية الثانية كان الدور الرئيسي للإذاعة، أو كان برز دور الإذاعة المهم جدا، إضافة على صعيد المنطقة العربية لدورها بالانقلابات العسكرية، أو أيضا بالحروب مثل العدوان الثلاثي على مصر عام 56. كيف الآن عم تجد الفرق ما بين الراديو في الوقت السابق والوقت الحالي؟ وظيفة الراديو تغيرت تماما، يعني نحن اليوم عم نحكي باليوم العالمي للإذاعة،
الإذاعة، وهذا شيء مهم ننوه له أنه هذا اليوم حديث العهد صراحة. بال2011 بدأ الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، قبل ما كان موجود هذا اليوم. وسبب الاحتفال كان أساسا هي فكرة إسبانية، والهيئة العامة للإذاعة بإسبانيا بتوقع قررت، أو مجلس الإذاعة بإسبانيا قرر أنه يطلب من الأمم المتحدة اعتماد هذا اليوم ليكون في تقديم مختلف لشكل الراديو، وتوضيح صورة الراديو اللي اختلفت تماما بعد ظهور التلفزيون. نعم. الراديو اليوم ما عاد وسيلة أخبار كما كان سابقا بالدرجة. نعم. الأولى تحول لوسيلة ترفيه أكثر، بات في له جمهور خاص، وبات خلينا نعتبر أنه هو أكثر محلية من يعني سابقا يمكن كان يعتمد على راديوهات دولية أو عالمية بتبث من لندن أو من باريس ومن عدة عواصم لكل العالم. اليوم بات الراديو شيء محلي أكثر، الناس بتعتمد على الراديوهات. نعم. الخاصة. نعم. يعني أيضا بالنسبة للحكومات بتعتمد أكثر على الراديوهات، مثلا بالأردن الأمن عنده إذاعة إذا نعم صحيح، مجموعة إذاعات في الأردن. طيب يعني أستاذ نورس، لو تحدثنا عن ثورة الراديو، يعني مؤخرا أصبح هناك تحول من الراديو التقليدي إلى الراديو الإلكتروني، فهل هذه الثورة أثرت في مستمعين الراديو، بما أن الراديو أيضا له يعني نسبة ولاء أكثر من الوسائل الإعلامية الأخرى؟ نعم. هلا هون في نقطة معينة، دائما يصنف الإنترنت كوسيلة إعلام وهذا تصنيف خاطئ. يعني حتى يقال انه الراديو تراجعت قيمته بعد ظهور الانترنت، الانترنت ليس وسيلة اعلام، الانترنت هو وسيلة بث. يعني حتى التلفزيون بات يستخدم اليوتيوب، بات يستخدم عدة منصات اخرى، حتى المواقع الالكترونية ليبث من خلاله. فبالتالي بالعكس الانترنت هو قدم فائدة للراديو ولم يكن يعني سلبي بالنسبة لها. اليوم صار في وسيلة بث جديدة موفرة، لأنه الراديوهات فعليا ما عاد عندها الإمكانيات المادية الكبيرة لتنصب أبراج بتغطي ممكن كل البقعة الجغرافية اللي هي بتهتم فيها أو حتى كل العالم. عن طريق الانترنت صارت تقدر توصل لكل العالم، خصوصا بالبلدان يعني خلينا نقول اللي ما فيها مشاكل، ما فيها حروب، وأيضا بلدان خارج العالم الثالث، الإنترنت متوفر عند الجميع. نعم. طيب أستاذ نورس، يعني الآن هذه الثورة، ثورة الانتقال إلى عالم الإنترنت من خلال الراديو، هل زادت المسؤولية على الراديو من خلال البرامج التي تقدم، أو صار في طبيعة برامج جديدة تقدم على الراديو الإلكتروني لم نعهدها من قبل؟ هلأ اليوم بحسب الراديو نفسه هو لمين بيتوجه، ولكن نقدر نقول أنه صار في خلينا نقول أفق أوسع للناس. نعم. اللي بتعمل راديو بيتوجه لشريحة اجتماعية أكبر. يعني اليوم مثلا اللي بيحب يعمل راديو عربي بيتوجه لكل الوطن العربي. نعم. صار في عنده إمكانية أسهل بأنه يوصل للناس من قبل. نعم جميل. طيب يعني حسب رؤيتك وعملك في مجال الراديو، أين ترى مستقبل الراديو في السنوات المقبلة؟ هلا مستقبل الراديو فعليا يعتمد على وجود يعني أشخاص مؤمنين بهذا المشروع أو بهي الوسيلة الإعلامية ومواكبين للتغيير. يعني للأسف إذا بنكون واقعيين، الأسماء الكبيرة بعالم الراديو أو خلينا نقول الراديوهات المهمة بالعالم محافظة شوي على نمط كلاسيكي بالبث الإذاعي، ما عاد يواكب كثير الناس أو ما عاد كثير الناس تهتم فيه. اليوم الراديو بعصر السرعة مستمعينه بيميلوا للسرعة، بيميلوا لأنهم يتلقوا أكبر كم من المعلومات بأقل عدد من الوقت، يسمعوا ميوزك كتير، ياخدوا تتلبى أذواقهم، وبنفس الوقت يوصلوا للمعلومة اللي بتهمهم، خصوصا أنه مستمع الراديو هو مستمع يعني خلينا نسميه مستمع طيار إذا صح التعبير. نعم. يعني ما بيكون معك بشكل دائم، هو بيسمعك. صحيح. بشكل فترات متقطعة، واللي بيسمعوا الراديو بيكونوا مثلا بنسميهم أصدقاء الإذاعة بين قوسين، هن بيكونوا أشخاص يعني بأكبر الإذاعات ممكن ما يتجاوزوا 100 شخص، لهن المستمعين دائمين يوميين. نعم. يعني أستاذ نورس يكن، الصحفي السوري ومعد ومقدم البرامج الإذاعية، شكرا جزيلا لك على إطلاعنا يعني على أجواء الراديو من خلال هذا اللقاء، شكرا لك.
والآن سننتقل إلى المشروب المفضل لدى الكثير من الأشخاص، القهوة. أسباب لا نعرفها تجعلنا نشرب القهوة، نشاهد. هنالك أسباب عديدة تجعلك تشرب القهوة، بعضها لم تعرفها من قبل. شاربو القهوة يعيشون حياة أطول، وخطر الموت المبكر لديهم أقل ب14% من الذين لا يشربون. الذين يشربون 3 أكواب أو أكثر من القهوة يومياً لديهم خطر أقل ب21% من تطوير النوع الثاني من السكري من أولئك الذين لا يشربونها أو يشربونها بصورة أقل. وللقهوة علاقة غريبة مع السرطانات وأنواعها، فهي تقلل من نسبة سرطان البروستات ب10%. ومن المعروف أن القهوة ترفع ضغط الدم على المدى القصير، لكنها تخفضه على المدى الطويل حسب دراسة سويسرية. وإن كنتم تتساءلون عن الكمية الصحية، فيوصي الخبراء بتناول 1 أو 2 كوب من القهوة، أي أقل من 200 ميليغرام من الكافيين يومياً. الحمد لله احنا بالصيف صايد بنشرب قهوة، حتى المخرج يعني قرر انه مباشرة يطلع يشرب قهوة بعد البرنامج. مشاهدينا يعني المشروب الجميل القهوة، إلى الخلق جميل فعلا، وجميل أن يزرع في مجتمعاتنا وهو التسامح. صحيح، والتسامح قيمة رائعة جدا، من المهم دائما زرعها، وعلى فكرة وما من الصعوبة زرعها، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية اللي عم نعيشها في العالم العربي، لربما يعني تراكم الحروب، تراكم النزاعات بين جميع الأطراف، هذا الشيء بخلي من خلق التسامح أصلا شيء لا يذكر إطلاقا، يعني للأسف الشديد ما عاد يذكر على خارطة أذهاننا. صحيح، يمكن الآفات المجتمعية طغت على هذا الخلق الجميل اللي فعلا بوجوده يعني يزيل العديد من الأمراض النفسية المجتمعية الموجودة في مجتمعاتنا. وجهنا سؤال لأصدقائنا عبر صفحة قناة دار الإيمان على الفيسبوك، كيف ممكن نزرع خلق التسامح؟ وكانت الإجابات جميلة. علاء الدين الشنوفي يقول: تبسم لأخيك دائما، فبهذا التبسم قد فعلا تزرع التسامح. وعبد المجيد يقول: التسامح شيء رائع، لكن لا يجب أن يزيد عن حد معين، يعني بالنهاية هو على فكرة المؤمن كيس فطن، يعني أنا وصفاء يعني مرات أفكارنا بتكون متقاربة. يعني بالفعل الإنسان يسامح، ومن المهم جدا المبادرة بالمسامحة، وأنا أركز على مسألة المبادرة، لكن إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. أحيانا إذا أنت بتسامح الإنسان الذي لربما تصرف بشكل عدائي جدا، من الممكن أصلا أنه هو بالفعل مو يعني مو عارف قيمة هذا الشيء اللي أنت عم بتقوم بس بتعرف في إسراء. يعني أحيانا التسامح لا يكون لذات الشخص اللي نقدم له هذا التسامح، يكون لأنفسنا إحنا، لشعورنا بالراحة بالهدوء النفسي والاستقرار النفسي. فعليا نحتاج للتمسك بهذا الخلق الجميل. عمران أسباخي يقول: بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبينا، جميل دائما الدين هو يعني في الحلول. نادر العسالي يقول: بالمحبة، المحبة صفة جميلة. وعبيدة يقول: بالموعظة الحسنة وحث الناس على ذلك. وأنا أركز أن الموعظة الحسنة في خلق التسامح تكون من خلال التعامل. وإياب يقول: التسامح موجود، ضلوا يعلمونا التسامح في الصغر، حتى وصلنا لمرحلة إذا اعتدى علينا أي حدا من سامحه، كيف ممكن نزرع الرحمة؟ كان لازم نسأل. يعني هو بالنهاية خلق التسامح هو جزء من منظومة أخلاقية لابد أنها تكون موجودة في مجتمعنا، من الرحمة والعدل والكثير من الأمور. ومعك أحيانا بالفعل يمكن الإنسان يسامح في موضع يعني لابد أنه يتصرف فيه بطريقة أخرى، لأنه بالنهاية الإنسان اللي بيخطأ لازم يتوقف عند حده، لكن أيضا بنحاول نسدد ونقارب. ودائما التسامح يكون من موقف قوة إسراء. نعم. يعني الشخص القوي القادر على أخذ حقه، لكن هو سامح أو سامح عن هذا الحق يعني لله عز وجل، هيك سامح لوجه الله، وسامح برضا داخلي ورضا نفسي. نعم. وليس من موضع ضعف، لأنه بيترك عنده تراكمات نفسية جدا كبيرة. نعم. نتحدث عن هاي النقطة مع ضيفنا الدكتور رأفت المصري عن خلق التسامح حديثنا، وكيف فعلا يصبح التسامح سمة مجتمعية موجودة في المجتمع بشكل عام، وبداية موجودة في أنفسنا. رح نتوقف في فاصل مشاهدينا ومتواصلين معكم.
تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. تخلق الصفحة تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها. يعني كانت هذه أبيات جميلة لأحمد شوقي، حاول من خلالها ترسيخ قيمة التسامح في النفس والمجتمع معا. وهذا حديثنا إسراء اليوم عن هذه القيمة، مدى عمق أهميتها خصوصا في ظل الظروف التي يحياها عالمنا العربي حاليا. لذلك نرحب بضيفنا الدكتور رأفت المصري، المشرف العام لدى مؤسسة مدارج لإدارة المشروعات والبحوث العلمية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. أسعد الله صباحكم، شاكرا لكم استضافتي، سعيد جدا بتواجدك معنا. بداية دكتور رأفت، لابد أن نعرف للمشاهدين ما هي أصلا قيمة التسامح. والله قيمة التسامح، يعني لو أردنا أن ننظر في هذا اللفظ، لوجدناه يدل على مكنونه ومضمونه. أنا أقول سمحت نفسه بكذا، يعني جادت نفسه فخرجت منه هذه العطية أو هذا التنازل على صفة بعيدة عن الشح. والنفوس كما لا يخفى عليكم نفوس مجبولة على الشح وعلى البخل وعلى التشبث في حقوقها والوقوف مع حقوقها. صحيح. لكن التسامح على عكس ذلك، وهو أنا يعني جود من النفس. نعم نعم، يعني كلامكم للحقيقة كلام لطيف، خصوصا فيما نقلتموه عن الشاعر أحمد الشوقي. يعني بعض الأخلاق تسعد بها النفس ويسعد بها الإنسان، وبعض الأخلاق الذميمة يشقى بها الإنسان. صحيح. التسامح خلق يسعد به الإنسان لأنه يعيش بين الناس، ومن طبيعة الإنسان المدني أنه يحتاج إلى الناس والناس يحتاجونه. نعم. فإن كانت طبيعة العلاقة بين هؤلاء مبنية على شدة التشبث بالحقوق فسدت الحياة. مجرد كون الإنسان مدنيا يريد أن يعيش داخل مجتمع ما، فإن ذلك بطبيعته مقتضى أن يتنازل عن شيء من حقوقه. أعجبني كلام عليه نور النبوة لبعض السلف لما قال من حسن إسلام المرء التغاضي. التغاضي يعني التغاضي عن الحقوق. يعني ممكن البعض يستغرب، يعني يقول من حق الإنسان أنه يدافع عن حقوقه. صح، من حقه أن يدافع عن حقوقه، لكن حتى تنتظم الحياة لابد على الصعيد الشخصي من أن يحصل شيء من التنازل. يعني إن كنت أتكلم عن حياة، وهذه الفكرة إذا ما رافقت الإنسان فكرة التدقيق على الحقوق أفسدت حياته. طبعا بطبيعة الحال أنا أتكلم عن الحالة الاجتماعية بعيدا عن العلاقات الأممية التي لابد فيها من التشبث بالحقوق، لأن الناس كذلك مجبولون على الطمع. منبها كذلك أن الحكمة هي الرائدة في هذا، فالإنسان الحكيم هو الذي يعرف متى يقف عند حقوقه ومتى يتنازل عنها لتحصيل مكاسب أكبر من لو من أنه يعني تقدير الموقف. يعني تقدير الموقف. لكن أنا أقول يعني التشبث في الحقوق، بعض الناس ترينهم لا يترك مناسبة ولا يجعل حدثا من الأحداث يمر حتى يدقق فيه. الحق على مين؟ يعني أي موقف بصير لابد أن يلقي الحق فيه على أحد، سواء على نفسه أو على غيره. لكن هذه الطريقة من الحياة طريقة متعبة. أنا دائما أدعو، أنا في بيتي يعني أنا أدعو إلى أننا لا نبحث دائما عمن يتحمل مسؤولية كل حدث. جميل. ليس من الضروري أن نجد من يتحمل المسؤولية في كل خطأ من الأخطاء. قد يكون خطأ بلا مسؤولية كاملة، وقد يكون خطأ ما يتحمل الجميع موزعين. يعني مسؤوليته. الحقيقة فكرة في الحالة الاجتماعية، فكرة أن أدقق وراء حقي وأن يعني أستقصي كل صغيرة وكبيرة، هذا يقول إلى إفساد الحياة. سبحان الله، في مطلع سورة المطففين قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كانوا هم الذين يشترون من الناس فهم يطلبون حقوقهم. بتعبير إخواننا المصريين على داير مليم. لكنه إذا كان هو الذي يعطي وهو الذي يبيع فإن من عادته أن يخسر، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نبه الله تعالى على سوء هذا المسلك. وعلى أن هذا المسلك يتناقض مع ما ينتظره العبد من وقوفه بين يدي ربه، لما قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وغالبا ما ترين هاتين الصفتين موجودتين في إنسان واحد، يعني إذا وجدت إحداهما ستوجد الأخرى. إذا يعني طبعا هذا ليس مقصورا على الحالة المالية كما لا يخفى عليكم،
نحن نجد في الحالة الاجتماعية والحالة المعنوية أن كثيرا من الناس يطلب حقه كثيرا. يعني إذا بتتصلي فيه ما اتصلت فيه، صار لك أسبوع ما زرتني، دائم العتب ودائم العتب. النفس يعني حظ النفس عالي جدا عند الناس، يعني لربما هو اللي بيسبب مسألة عدم التسامح. صدقتي، لكنه لا يبحث عن تقصيره هو في حق الناس. إذن هذه نقطة جدا جميلة، وكما ذكرت هما يعني صفتان موجودين فعلا، لما يعني اقترانها الأولى يجب أن تقترن الثانية معها عند الأشخاص. طيب دكتور، يعني ننتقل هون إلى العفو، العفو عند المغفرة. قد يكون العفو هو المرحلة الأكثر من التسامح، لنفرق بينهم. هل التسامح يعني سواء كنت أنا قادر أو غير قادر على أخذ حقي فأنا أسامح، والعفو مرتبط فقط عند المقدرة، ما الفرق؟ لا والله لا أظن ذلك. يعني العفو عند عدم المقدرة والتسامح عند عدم المقدرة معنيان سلبيان، ضعف. ضعف نعم، قد لا يكون معيبا دائما، قد تكون قدراتي هكذا، أنا لا أستطيع أن أحصل، لكنه ليس في محل المدح قطعا. أنا لا أمدح إنسانا لأنه عفى عند عدم المقدرة، ولا أنه سامح لأنه لا يستطيع تحصيل حقي، هذا ليس بمجرده مدحا أو ذما، إلا إذا اقترن بضعف كان صاحبه متسببا فيه فهذا في محل الذم، لكنه لا يكون في محل المدح إلا إذا كان صاحبه مقتدرا على إنفاذ غضبه واسترداد حقه. نعم، عند ذلك يكون في سياق المدح، يعني ولا من صبر وغفر إن ذلك، إلى آخر الآيات. نعم، التي فيها هذا المعنى. وأنا أظن أن العفو عند المقدرة هو جزء من أجزاء التسامح. جزء من أجزاء التسامح. يعني أنا أتكلم مثلا علاقتي، يعني علاقاتنا داخل أسرنا، علاقاتنا بأبنائنا بأزواجنا، علاقاتنا بأصدقائنا، ليست مبنية على قضية القدرة أو عدم القدرة بالضرورة، لكنها ينبغي أن تكون مبنية على التسامح. جميل. شيء أنا أتنازل عن حقي فيه. طيب دكتور، يعني في هاي النقطة أحياناً الناس بتحكي أنت عم بتحملني فوق طاقتي في التسامح، يعني أنا من حقي أخذ حقي، من حقي أشعر بتقدير معين، سواء حتى على مستوى العلاقات الأسرية، ليس فقط على مستوى علاقات اجتماعية عامة. فهل الإنسان في حال أنه شعر التسامح بالفعل أكبر من طاقته، هل عليه أن يسامح؟ والله هو صدق هذا القائل، يعني التسامح ليس شيئاً سهلاً. بشرية بالنهاية، ليس شيئاً سهلاً. لذلك أنت ذكرت قبل الحلقة أنه من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة فعليا. واستشهدت بقول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك له من عزم الأمور. في لها علاقة. نعم، بالصبر. نعم، لها علاقة بالصبر، هذا شيء شاق على النفس، والنفس يشق عليها أن تتنازل عن حقوقها، لكن الإنسان الحكيم هو الطبيب الذي يعطي الجرعة المناسبة في الوقت المناسب. يعني قد لا تكون، قد لا يكون، يعني التغاضي دائما هو الصواب، قد يكون لحفظ العلاقات أن أقف هذه الوقفة الجادة في هذا الموطن وأدقق في هذا الموطن لأقي هذه العلاقة شرور الاحتقان المستفحل. نعم، فيما بعد. جميل. بالضبط. يعني عادة بعضنا قد يكون من طبيعته أنه يضع في صدره، لا يصرح. نعم، وهذا يتراكم مع الوقت يسبب احتقانا، والاحتقان قد يسبب انفجارا، قد يقود لمشاكل نفسية صح وتراكمات نفسية. بالضبط. طب دكتور، هذا يقودنا إلى سؤال حول التربية والأسرة كما ذكرت، يعني كيف ممكن نزرع هذا الخلق الجميل تربويا في أبنائنا؟ والله في أبنائنا الأمر في ظني ينقسم إلى شطرين، الشطر الأول في علاقتي مع زوجتي، والشطر الثاني في علاقتي مع أبنائي. فأنا أعلمهم كيف التسامح. ومن الأخطاء التربوية أننا نقف مع أبنائنا كذلك على الصغيرة والكبيرة. في بعض الأحيان جزء من علاج المشاكل التربوية أن لا أقف مع كل مشكلة تربوية، التغافل، يعني 90% التربية التغافل. وأبناؤنا كذلك بشر، وعندهم حالة من النشاط وحالة من الكسل وحالة من الفتور في بعض الأحيان، ونحن في كثير من الأحيان نريد أن نحمل أبناءنا على الغاية القصوى من الإنجاز والتميز وإلى آخره، وقد لا يطيقون ذلك. بل نحن في ذلك الوقت من أعمارنا ما كنا نطيق يعني مثل هذا، فالتوازن طيب. وسبحان الله، استحضر قول الله تعالى في سورة البقرة في سياق الكلام عن أحكام الطلاق، لما قال ولا تنسوا الفضل بينكم. جميل. وهذه الآية أراها من الآيات الأصول في حكم علاقة الزوج بزوجته، وعلاقة المجتمع كذلك، وعلاقة الصداقة والأخوة. ذلك أنه طبعا إحنا نتكلم عن سياق طلاق. نعم.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى أن قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. في بعض الأحيان قد تصل الأمور بين الزوجين إلى حالة من المشاكسة ومحاولة الإضرار. نعم. وكلمة المشاجرة. نعم. كلمة من شجرة شجرة يعني الأمر يعني صار عميقا بينهم. نعم. وصار مختلطا بينهم. فالذي يسيطر عادة على تفكير هؤلاء الأزواج أنه يريد أن يوقع أكبر ضرر انتقاما لنفسه يعني. نعم. بزوجته، والزوجة تريد أن تخسر هذا الزوج أكبر مقدار معنوي ومادي. نعم. لكن الله تعالى قد نبه على مسألة يدركها الحكماء الموفقون، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. الإنسان سليم الفطرة، صحيح القلب، نظيف السريرة، هو الذي لا ينسى لحظات الود. كأن الله تعالى قد وضع بين يدي هذين الزوجين المتشاجرين المتشاكسين لافتة ومضة، لابد أنه ومضة تأديبية. تأديبية بين الزوجين، بين الصديقين، بين الأخوين، بين الأختين. لا شك أنه مرت لحظات ود، لا شك. نعم. صحيح. الإنسان نقي السرير النظيف صحيح الفطرة هو الذي لا ينسى لحظات الود هذه. قد ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال الحر من راعى وداد لحظة. جميل. نعم. يعني وانتمى لمن أفاده لفظة، ربطها بالحر. أعتقد يعني هي كلمة دقيقة جدا للشافعي، لأنه تحرر من حظ النفس بالزبط. وتحرر يعني صحيح. من كثير من أهواء النفس. لطيف. طيب دكتور، يعني هذا على مستوى العائلات الأسرية الزوجية وأيضا العفو العلاقات مع الأبناء. طب خلينا ننتقل إلى نطاق أوسع. يعني الود الموجود والفضل الموجود في الأسرة قد لا يكون موجود في بيئات العمل بشكل جدا كبير كما هو بالأسرة. العمل يكون أحيانا محتاج أنه يمضي، وبتكون تعرف يعني العمل يعني هو شيء عملي بالنهاية، إحنا بدنا نمشي الشغل، وفي ذات الوقت بيجي لك كثير من المشاكل وكثير من الأخطاء التي قد تصدر من البعض. هل يعني ذلك أن نسامح؟ متى يمكن أن نسامح؟ ومتى يمكن للموظف في بيئة عمله أن يطالب بالفعل بحقه وألا يسامح؟ والله أنا مع التوسط في هذا، وأنا أعالج هذا يعني. نعم. عادة أثناء العمل وإلى آخره يمر بنا شيء من مثل هذا. للحقيقة إبعاد الحالة الإنسانية والأخوية والى آخره عن بيئات العمل مفسدة للعمل نفسه. يعني خلينا احنا بدنا نتكلم اصدقاء برا العمل. نعم. هو العمل احنا بالضبط. نعم. انت مش مع هذا؟ لا لا، انا مع التوازن فيها، انا مع التوازن. نسدد ونقارب. يعني نسدد ونقارب. نعم. يعني هناك نظام لابد ان يلتزم، لكن في الوقت نفسه كثير منا تحت ضغوط أننا نريد أن ننجز، وأن هذا عمل وليس ليس ثمة مجال للأخوة فيه ولا للعلاقات الودية يعني. هذا من شأنه أن يفسد العمل نفسه يعني، سيعود بضرر. الآن مثلا أحدث النظريات الإدارية وهو ما تقوم به الشركات الكبرى إحداث حالة اجتماعية بجانب بيئة العمل. نعم. لماذا؟ صحيح. لأجل ألا تكون العلاقة بيننا كموظفين في شركة أو في دائرة معينة أو ما أشبه ذلك مقصورة على الأجواء العملية. هذا من شأنه أن يسبب جفافا، بالتالي يسبب عدم انسجام في حالتنا. لا أنا لا، لكن أحيانا ما بيسبب مخاجلة نوعا ما؟ يعني أحيانا دخول العلاقات الاجتماعية بشكل حثيث جدا في العمل بيخليك أحيانا لما بخطأ زميلك إنك تخجل إنك تصارحه، لما بيغلط بحقك تخجل يعني أيضا أحيانا إنه تطالب بحقك منه. والله هو يعني فبصير التسامح هون بالحياة يعني. من الظلم أن تتغول إحدى الحالتين على الأخرى. نعم. يعني لابد إنه التوازن، لابد من التوازن يعني. أنا حقيقة أقدر أنه إحنا جايين لأجل العمل، وأنه نعم. لابد من إنجاز شيء معين، وأن مسؤولية ما مناطة بكل منا، ولابد أن يجري ذلك في أفضل الظروف. نعم. فنحن لأجل العمل يعني ندخل المودة والأخوة والتسامح، لكن لابد أن لا يزيد ذلك كما تفضلت عن الحد المنطقي والعمل. جميل. يعني دكتور ذكرت أمور ولفتات تربوية داخل الأسرة، بين الأزواج، بين زملاء العمل في بيئة العمل. نتحدث هيك على نطاق أوسع بمجال الدول، كيف هناك يكون تسامح بين الدول في ظل يمكن الأزمات اللي عم نشاهدها، في ظل الحروب، في ظل الأمور الاقتصادية السياسية إلى آخره؟ هل هناك فعلا قد يحدث تسامح بين الدول بالسياسات؟ والله إحنا نحمد الله تعالى على أن جعل ديننا وأهل ديننا هم النموذج الأمثل والأفضل للتسامح الديني، على نعم. أننا نرمى اليوم بعكس ذلك. لكن بعد التجارب المتعددة الواقعية تبين أنه ليس ثمة من يقبل الآخر. نعم. إلا إحنا.
مع أننا نحن الوحيدون المتهمون بعدم قبول الآخر. صحيح. لكن أثبت الواقع والتجربة نعم. أنه ليس ثمة من يقبل الآخر إلا المسلمون. وقد نعم. أعجبني بيتا شعر يعني ولدا في زمن الحروب الصليبية، لما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس نعم. في عام 492 للهجرة، كانوا قد قتلوا 70,000 من أهل بيت المقدس. وحتى إن المؤرخين الأوروبيين قد سجلوا أن نعم. هذه الحالة كانت في غاية الإزراء. صحيح. وبعد 90 عاما أو 91 عاما فتح صلاح الدين، فبالغ في العفو رحمه الله تعالى مبالغة شديدة، وأخذ عليه ذلك نعم. سجل مؤرخوه يعني نعم. معاصروه أن ابنك أن صلاح الدين مثل ابن الأثير نعم. قال: وعض صلاح الدين يديه ندامة على كثرة العفو ولا تحين مندم، يعني ما نعم. الذي يعني إذ كادت القدس تسقط مرة أخرى بعد فتحها. لكنه للحقيقة لابد أن نسجل أنه ترك لنا في العفو والتسامح صورة مشرقة نفخر بها نعم. فقال صاحب يعني هذا الثناء، قال: حكمنا فكان العدل منا سجية نعم. فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. جميل. الحقيقة للأسف الآن المطلوب من الشعوب الإسلامية أن تتسامح، لكن بمعنى غير منطقي ولا يجوز ولا نعم. ترتضيه أمة من الأمم ولا فطرة من الفطر، في تنازل كامل نعم يعني. المطلوب أن تسحق الأمة هويتها وعقيدتها، وأن تتنازل عن مقدساتها وأرضها وحريتها كذلك نعم. وكل هذا مرفوض في منطق أكيد. العقل والشرع وفي منطق الأخلاق كذلك نعم. هذا يتحول إلى ضعف، بل لابد من إيقاف الظالم عند حده نعم. وهذه قضية مهمة. أنا أعلم أن الوقت نعم. لكن لا أريد أن يفوتني هذا بثواني. من الأخلاق الطيبة أن نوقف الظالم عند حده. أنا لا أتعامل مع الظالم المتجبر الطاغية بطريقة التعامل. الخلق مع هذا مذموم، هذا الخلق مع هذه النوعية من الناس مذمومة. الخلق الصحيح فيها الانتصار، كما قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن التسامح في مكانه هو الصواب، والانتصار من الظالم والباغي في مكانه هو الصواب كذلك. نعم. طيب دكتور، يعني داخل المجتمع بحد ذاته أيضا حين يكون هنالك اقتتال طائفي على سبيل المثال، لكن في ذات الوقت إحنا نعيش في دولة واحدة، هل تنصح بالوصول إلى حد من المسامحة بعد أن يكون هنالك جبال من الانتقامات المتكررة وجبال من الدم بين طائفتين أو فئتين يعني مختلفتين؟ ما السيناريوهات المفتوحة أمامنا؟ أمامنا سيناريوهين عقليات. نعم. السيناريو الأول أن يستمر القتال حتى تقضي إحدى الفئتين على الأخرى تماما. فإذا كان هذا متاحا قد يكون سبيلا يعني، لكنه ليس متاحا. صحيح. على الأغلب هناك نقطة ما إذا رجعت الأمور إلى أنصبتها، عندئذ لابد من التغافر، ليس هناك سبيل أخرى. نعم. يعني في مثل هذه العلاقات الكبيرة الأممية والمجتمعية، يعني سحق إحدى الطائفتين الأخرى خاطر بعيد. صحيح. ومستحيل جدا. مستحيل يعني. وليس كل الناس سواء كذلك نعم. يعني الله تعالى لما ذكر أهل الكتاب قال ليسوا سواء نعم. من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخره. نحن لا نتعامل مع الناس جميعا نعم. بمكيال واحد، لكن لابد يعني بعد استقرار الأمور وأخذ صاحب الحق حقه أن تأتي موجة التسامح حينئذ لتصفية ما تبقى يعني. إذن تبقى قيمة التسامح هي القيمة التي ترتقي دوما بالقلوب وبالمشاعر وبالعلاقات الاجتماعية، سواء كانت هذه العلاقات صغيرة داخل المنزل أو كبيرة على مستوى الدول. شكرا دكتور رأفت المصري على هذه النصائح الجميلة، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم على استضافتكم، شرفت بذلك. ومشاهدينا ننتقل وإياكم الآن إلى فاصل قصير، وما زلنا مستكملين جولة الصحافة بعد الفاصل. ومشاهدينا متواصلين في حلقة صباح الإيمان وإلى جولة الصحافة وما جديد الصحافة لدى زميلنا ميران أحمد. سعد صباحك. سعد صباحك صفاء، وصباحك أيضا إسراء. اليوم معلومات أو بعض المعلومات سوف نتداولها عن دمشق كمقدمة لجولة الصحافة.
هل تعلمون أن فستان الملكة إليزابيث الثانية في حفل تتويجها سنة 1953 كان مصنوعا من حرير دمشقي؟ هل قرأتم عن دمشق في الكتب القديمة مثل الروض المعطار في خبر الأقطار وأيضا نزهة المشتاق في اختراق الأفاق للشريف الإدريسي، معجم البلدان لياقوت الحموي، وأيضا مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي؟ سترونها في حروفهم تجود عبقا. طبعا سقى الله ما تحوي دمشق وحياها، فما أطيب اللذات فيها وأهناها، إذا ذكرتها النفس حنت لذكراها، وإن ذكرتها العين حنت لرؤياها. دمشق البداية والنهاية، أسعد الله من طيب ثراك بألف خير. جولة الصحافة، أهلا بكم. البداية من الصحف التركية، واخترنا منها صحيفة حريات، وكتبت لانية لتركيا البقاء في سوريا. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الأحد أن قوات تركيا وقوات الجيش السوري الحر وصلت بالفعل إلى مركز مدينة الباب، مضيفا أنه بعد تحرير المدينة سوف تتجه شرقا نحو منبج والرقة، وذكر أن الهدف النهائي لتركيا هو تطهير مساحة تصل إلى 5000 كيلومتر مربع في الشمال السوري من الإرهابيين كما وصفهم، مشددا على أن القوات التركية لا تهدف أو تهدف نعم للبقاء في تلك المناطق. كشف أيضا إردوغان أنه تبادل هذه الأفكار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوات التحالف الدولي وعلى رأسها ألمانيا بحسب قوله، وأكد أنه على ثقة بأن هذه الجهود ستتمخض عنها نتائج جيدة في وقت قريب، ولفت إلى عدم إمكانية إقامة منطقة آمنة في سوريا من دون إعلان منطقة حظر جوي. وقال الرئيس التركي أيضا أنه تم بحث هذا الأمر مع روسيا والولايات المتحدة. ننتقل بكم إلى صحيفة الحياة، والتي عنونت الملك سلمان يقول السعودية تواجه تحديات قد تؤثر في مصالحها. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس أن السعودية تواجه تحديات قد تؤثر في مصالحها، وقال إنه لابد من اليقظة والحرص للتعريف بدورها في تحقيق السلام، وشدد على أهمية التعريف بنهج المملكة وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال والحرص على التعايش بين الشعوب ونبذ العنف والإرهاب وحسن الجوار أيضا. استعرض خادم الحرمين مع الأمين العام للأمم المتحدة أيضا أنطونيو غوتيريس العلاقات السعودية مع المنظمة الدولية وسبل تعزيزها. إلى صحيفة نأخذها أول مرة في جولة الصحافة، The Australian، وهي الصحيفة الأسترالية، وعنونت السلطات تسحب الجنسية ممن كان قد جند في داعش. ذكرت صحيفة The Australian أن السلطات سحبت منذ بداية هذا العام الجنسية من خالد شروف الذي ذاع صيته عام 2014 عندما نشر صورا على تويتر ظهر فيها ابنه البالغ 7 سنوات حينها يحمل رأسا مقطوعا. ويتزعم رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تريمبول الحزب الليبرالي في بلاده، وهذا الحزب تقدم في يناير 2015 بمشروع القانون، قانون سحب الجنسية خلال رئاسة حكومة توني أبوت، وتم تمرير القانون بعد إبداء حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة موافقته عليه. توجه شروف الذي ذكرت The Australian أنه يحمل الجنسية اللبنانية أيضا إلى سوريا عام 2013 مع عائلته. وذكرت وسائل إعلام أن زوجته تارا نيتلتون توفيت العام الماضي، فيما يعتقد أن شروف أيضا قتل بقصف طائرة منذ طيار في العراق عام 2015، إلا أن التقارير الإعلامية اللاحقة شككت في صحة نبأ وفاته، فيما أفادت The Australian أن مصير أطفال هذا الإرهابي
يعني وهو يمتلك 5 أطفال مصيرهم غير معروف. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي، ويتساءل في القدس العربي الدكتور فيصل القاسم ويقول: هل أطفالنا عرب؟ ويطرح موضوعا مثير للاهتمام حول أزمة الهوية عند الأطفال العرب، ومما قال: هل يستطيع أحد أن ينكر أن النشأ العربي الجديد وخاصة الذين يتعلمون في مدارس أجنبية وما أكثرهم أصبحوا نسخة طبق الأصل عن التلاميذ الأجانب، ليس في اللغة فحسب بل في الاهتمامات والتصرفات والتفكير وحتى الهوية؟ من هو المثل الأعلى للطفل العربي؟ من هو بطله المفضل؟ من هو مطربه أو من هي مطربته أو ممثله أو ممثلته المفضلة؟ قلما تجد شخصية عربية بين هؤلاء إلا ما ندر، فكل الشخصيات الكرتونية أو السينمائية أو التلفزيونية التي يعني تعلق بها أطفالنا هي شخصيات غربية. الخطير في الأمر أن الشركات التي تطلق تلك الرموز السينمائية والكرتونية والتلفزيونية الأمريكية بارعة إلى أقصى الحدود في تصميمها وترويجها، بحيث يتعلق الطفل بحبائلها بسرعة هائلة. ثم يتابع أيضا القاسم قائلا: الأخطر من ذلك أن قسما كبيرا من الأطفال العرب الذين يدرسون في مدارس غربية في بلادنا ممنوعون من دراسة التاريخ العربي والإسلامي، ويتعلمون عوضا عن ذلك التاريخ الغربي، وبذلك ليس لديهم الفرصة للتعرف على رموز الحضارتين العربية والإسلامية وأيضا أبطال ومكونات هاتين الحضارتين. لهذا سيتخرج لدينا عشرات الملايين من الشباب والشابات الجاهلين بحقائق التاريخ العربي والإسلامي والمتسلخين بالتالي من جذورهم الأصلية. ومما يزيد الأمر خطورة أن بعض البلدان العربية لم تعد مهتمة بتدريس التاريخ العربي والإسلامي العام حتى في مدارسها العربية، استعاضت عنه بتدريس التاريخ المحلي لكل بلد، مما سيحرم ملايين التلاميذ والطلبة من التعرف على النماذج العربية والإسلامية المشرقة والاقتداء بها واستلهام شخصياتها بدلا من استلهام شخصيات تاريخية غربية أو سينمائية حديثة مثل سوبر زورو أو زورو وباتمان. ولا تتفاجأوا إذا قرأتم قريبا أن الشخصية التاريخية العظيمة صلاح الدين الأيوبي إرهابي كبير، هكذا يقول فيصل القاسم. وفي النهاية يطرح سؤال: هل يمكن أن يعني تبني مجتمعات عربية بمكونات أجنبية؟ تساؤل مهم يطرحه فيصل القاسم. أخيرا إلى الصحف الغربية وتحديدا البريطانية، اهتمت صحيفة الجارديان بالدول الفقيرة التي تعاني من أزمة حادة في الغذاء في مقال عنونته بمنظمات خيرية تحذر من تهديد المجاعة لأربع دول هي الصومال، اليمن، وأيضا جنوب السودان ونيجيريا. أما في صحيفة فاينانشال تايمز فنجد مقالا عن اللاجئين في بريطانيا، قالت فيه الصحيفة أن قرارا بإغلاق برنامج حكومي لاستقبال الأطفال اللاجئين لن يحقق شيئا. الآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى جولة الكاريكاتير الصادر هذا الصباح. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا كالعادة إلى ختام الجولة وختام صباح الإيمان مع إسراء وصفاء. شكرا لك ميران، ومشاهدينا يعني وصلنا إلى ختام صباح الإيمان، نتمنى بالفعل تكونوا استمتعتوا واستفدتوا في مواضيعنا لليوم. فعلا إسراء، يعني أنا أكثر ما بقي في بالي في هذه الحلقة عبارة الشافعي: الحر من راعى ودادة لحظة. فعلا ما أجمل خلق التسامح إن يعني تصرفنا أو تحلينا به. نعم. نحن كأشخاص وكمجتمعات. إذن يومكم جميل مليء بالتسامح بإذن الله. إلى اللقاء في أمان الله.